وأيضا يتمكن الغرب من معرفة أدق تفاصيل حوارينا وبيوتنا بدون ما يدفع فلوس للجواسيس. يعني لا تخاف يوم أنت تصور في البيت مثلا تصور أختك وتقول إن الشركة راح تفضحكم، لا لا هم ما يفكرون بهذه السوالف، فكرهم أبعد بكثير. يعني سين من الدول تبغى معلومة عن مكان فلاني في مدينة فلانية، بدل ما ترسل جاسوس ويصور لها ويتأكد أنت تخدمهم. يعني كل واحد نزل هذه اللعبة أصبح جاسوس لهم وقاعد يخدمهم ويصور لهم، وهم على فكرة يخلوه يروح يمين ويسار عن طريق الخريطة. يعني يبغون يعرفون تفاصيل معينة عن مكان معين، يحطوا لك البوكيمون في هذاك المكان وانت ما شاء الله عليك تروح تصور لهم. الله يجزاك خير. هم قادرين على معرفة خرائط دولنا عن طريق الأقمار الصناعية، بس يشوفونها من فوق، ما هم قادرين يشوفوها من تحت. الآن صار من فوق ومن تحت. أول شيء أنصح أخواننا اللي يشتغلون في أماكن حساسة في الدولة، عسكرية أو قطاعات أخرى، لا تستخدموا هذه اللعبة أرجوكم.